تكون تجي يوم العزاء؟ لا لا مشغول حدي. محمد ترى هذه ليلة من العمر لا تفوتها، أجل الشغل إلى بعدين. شوف الحين الساعة كم؟ الوقت باجي متأخر يا أخو، وأنا عندي شغل لازم أسلمه باكر للشركة. ما عليه حتى لو الوقت متأخر، أنا بعد علي جامعة. إذا أنا وأنت وغيرنا ما راح، من اللي بيحين مصابه للبيت؟ ثانياً اترك عنك الوقت، أنت مقتنع من الرواديد اللي يشيلوني؟ صراحة مستواهم كلش ما يعجبني، ما يشجعني حتى أروح أعزي وياهم. لا تخلي الرواديد هو دافعك الوحيد عشان تروح العزية، حتى لو شنو كان مستواه، أهم شيء الثواب وخدمة أهل البيت فوق كل شيء.